اللي وراها جملة insert. insert معناها إضافة أو إدخال. insert إيش معناها؟ معناها إدخال. هذه الجملة أنا بستخدمها عشان أضيف قيمة جديدة أو بنسميها رو أو بنسميها entry على الجدول نفسه. يعني مش أني أضيف عمود، لا، تعديل أني أعدل هنا أضيف عمود جديد، لكن هنا لما بدي أضيف ريكورد كامل أو قيمة موجودة هيك في الجدول زي هيك مثلا، أني بدي أضيف مثلا برودكت جديد رقمه اسمه معلوماته، هذه بنسميها insert. فانسرت أنا عشان أضيف جوا جدول، لكن ألتر عشان أعدل على هيكلية جدول. خلي بالك من الحاجات هاي. insert into car يعني أضف إلى جدول اللي اسمه car على السريع من غير ما تكتب تابل، insert into car، وبفتح قوسين مباشرة. ليش القوسين هدول؟ عشان أحكي له الأعمدة اللي بدي أضيفهم هي الأعمدة هاي. طيب هتقول لي طيب ما هي معروفة أنه الأعمدة هاي تاعت الجدول. لا، أنا بحكي لك أنه ممكن أنت تضيف، بدكش تضيف على كل الأعمدة، ممكن بدك تضيف الـ ID والموديل مثلا. فخلص بتفتح ID وموديل وبتسكر القوس وبتضيف قيمة خاصة بالـ ID والموديل. هل قلت هوضح لك أكثر. insert into car يعني أدخل إلى جدول السيارات المعرف بالأعمدة التالية اللي هو الـ ID والموديل واللون والdistance for liter values، القيم التالية. أدخل على جدول السيارة الأعمدة المعرف بالأعمدة التالية القيم التالية values، وبعد كلمة values بفتح قوسين وبدخل القيم اللي بدي أضيفها على الجدول بالترتيب حسب ترتيب الأعمدة اللي موجودة هنا. تمام؟ هنا في خطأ. اللي يقول لي إيش الخطأ بيكون شاطر ومصحصح. إيش هو؟ إنه كيف أنت بتضيف رقم وانت عامله auto increment؟ فهاي شغلة خليك صاحي إلها. يبقى هنا الرقم المفروض ما ضيفهوش، المفروض هنا ما يكون في عند الاي دي. خلاص مباشرة insert into car model color distance for letter مباشرة 2019 red، ولاحظ هنا بين علامات تنصيص في البرمجين، طبعا لما نفوت في البرمجة اشرح لك 11.8. فهنا كأني بحكي له أدخل على الجدول المعرف بالأعمدة التالية القيم التالية. خلي بالك الترتيب اللي موجود هنا لازم يكون نفس الترتيب اللي هنا، أو بمعنى آخر القيم اللي بتبعتها أنت هنا هتيجي بالترتيب للقيم اللي هنا. يعني القيمة الأولى للأول هنا، والثانية للثاني هنا، والثالثة للثالث هنا، وهكذا بالترتيب اللي موجود أمامك. ما بينفع أنك تعمل عملية insert من غير ما تحدد الأعمدة. لازم تحدد الأعمدة. ليش؟ عشان يعرف القيم اللي هو أخذها لأي أعمدة يضيفها. فكيف هو بده يفهم الكلام هذا؟ لازم أنت تكتب له الأعمدة، سواء كانت كل الأعمدة أو بعض الأعمدة. ممكن أنت تحتاج بس تدخل الـ ID والكلر مثلا إنه هو not null على سبيل المثال، أو الموديل مثلا ID وموديل وكلر، بتكش الديستانس. فممكن أنك تتجاهل الديستانس أو تتجاهل التنين هدول وتقول له الموديل والكلر دخل لي 2019 ورد، بس بيمشي طبيعي 100% حسب الأعمدة اللي انت بدك إياها. هذا بالنسبة لعملية الانسيرشن أو عملية الإدخال، وهي من أهم العمليات اللي احنا بنحتاجها وما بنقدر نستغني عنها في داتابيز.